أهلا بيكم. في مقاطع فيديو كتير جدا على وسائل التواصل الاجتماعي بتصيب الناس بصدمة كبيرة جدا مع اختلاف جنسياتهم. مفيش حد بيختلف على الرحمة والإنسانية. الإنسانية هي لغة عالمية، لغة بتربطنا ببعض مهما اختلفت ديانتنا وأعراقنا وثقافتنا. راجل صيني بيصور مقطع فيديو بشع، الناس بتفتكره في البداية مقطع تركيب أو مقطع فوتوشوب أو معمول بالمونتاج أو أي شيء، ولكن للأسف كتير جدا من المواقع الإخبارية وكتير جدا من الصحف أكد أنه مقطع الفيديو ده هو مقطع فيديو حقيقي، والراجل اللي صوره بالفعل وارتكب البشاعة اللي موجودة في الفيديو. درسنا في الدين أنه واحدة ست دخلت النار لما حبست قطة لغاية ما القطة دي رحلت ماتت، لا هي أطعمتها ولا هي سقتها مية ولا حتى سابتها تلقط رزقها وتاكل من أي مكان، ولكن حبستها لغاية ما القطة دي ماتت. وده أكبر دليل على التأكيد على الرفق بالحيوان والرحمة اللي مفروض تكون ما بيننا إحنا كبشر وتكون ما بيننا وما بين أي كائن حي على وجه الأرض. بنشوف كتير جدا من الجمعيات وكتير جدا من المؤسسات العالمية اللي بتحاول حتى تحمي الحيوانات. تفاصيل المقطع ده جت كالتالي، انه في راجل حاطط قدامه خلاط وحاطط جوه، والله الواحد قلبه بيوجعه هو بيقول المشهد ده يعني، وحاطط جوه الخلاط ده قطة صغيرة، وبيبتدي يضحك ضحكات هستيرية ويشغل الخلاط. القطة طبعا بتحاول تعافر، بتحاول تخربش علشان تطلع بره الخلاط ده ولكن بتفشل. فالراجل الملعون ده، وانا بقول ملعون وقاصد ان انا اقول ملعون لان اكيد الانسانيات والمبادئ وقلوب الناس والرحمة اللي في قلوب الناس بتلعنه ليه النهار، لانه الموضوع كان بشع جدا من بعد ما تم تأكيد انه الفيديو ده حقيقي مش تركيب. القطة بتحاول تخرج من الخلاط ده ولكن الراجل بيشغل الخلاط شوية وبيفصله، القطة طبعا بتصاب فبيشغله تاني، القطة بتصرخ وهو عمال بيضحك وكأنه مشهد من مشاهد أفلام الزومبي ولا أفلام المتحولين ولا أفلام دراكولا ولا غيره. ولغاية ما طبعا بتاع الخلاط ده بيكتسب اللون الأحمر وبينتهي الفيديو. ناس في البداية بدأوا يشيروا الفيديو ده على انه فيديو تركيب وما يصحش وفيديو بشع وغيره، ولكن ناس توقفت عن مشاركة مقطع الفيديو ده من بعد ما تأكدوا ان مقطع الفيديو ده حقيقي مش مجرد تركيب، الموضوع بشع. وارجو من الناس انه لما بيشوفوا اطفالهم بيبتدوا يلعبوا بالحيوانات الأليفة، بنشوف كتير جدا من الناس او من الاطفال بيربطوا قطة ويجرجروها في الشارع، بيربطوا كلب صغير ويلعبوا بيه، بيظنوا ان ده يعني نوع من انواع اللعب في الشوارع او بدون وعي طبعا من الاطفال. ارجوكم علموا اولادكم وازرعوا جوه قلوبهم الرحمة، علموهم ازاي يتعاملوا مع الحيوانات، ازاي يتعاملوا مع القطط، ازاي يتعاملوا مع الكلاب. شفنا مشهد كان صعب جدا برضو في شقة فنانة من الفنانات كانت مربية قطط وكانت بتأكلهم وكانت بتنزل تأكل القطط في الشوارع. في واحدة ست حطت للقطط دي سم لغاية ما ماتت، وكان منظر طبعا صعب جدا لما صورته وحطته برضو على وسائل التواصل الاجتماعي. جريمة يعني إزهاق الروح من وجهة نظري أنا هي جريمة مهما كانت الروح دي، سواء إنسان أو قطة أو كلب أو أيا كان الحيوان ده، لأنه ده ضد الإنسانيات. وأنا في الحقيقة على المستوى الشخصي أنا بقدس الإنسانيات والعلاقات الإنسانية اللي بتغلفها الرحمة وبتغلفها التعاطف والتراحم، المودة والرحمة اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها أساس للعلاقة ما بين الرجل والمرأة والعلاقة، أو أساس لمنظومة الزواج والبيوت والأسر اللي هي النواة للمجتمعات الكبيرة. أتمنى السلامة، وأتمنى من أي حد شاف مقطع الفيديو ده إنه بلاش تشيروا، بلاش تشاركوا مع أي حد أو يعني الفيديوهات اللي من النوع ده، ولكن بيكفي زي ما عملنا في حلقة النهاردة من المحاكمة إن احنا ننوه ونؤكد على رفضنا القاطع
لأي مشاهد من النوع ده بهدف إن احنا نجمع مشاهدات أو نحصل على نسبة مشاهدات عالية أو نثير الجدل. وأنا بدعو السلطات حتى لو أي حد من اللي بيتكلم عربي موجود في الصين، لأنه الخبر بيقول إن المقطع ده تم تصويره في الصين، إنه يحاول يوصل صوتنا ورفضنا للمشاهد دي ويحاسب الراجل ده بالقانون طبعا. بشكر حضراتكم على طيب المتابعة، وبتمنى ليكم السلامة ولأسركم وأطفالكم وزويكم وللمجتمع بشكل عام. دمتم بخير، مع السلامة.